اوكي يا شومان، خليك صاحي. لو في اي حاجه جديده كلمني. هو خالد لسه عايش؟ ونيم الكلب لعب بينا تاني. ونيم ده غلطه كبيره يا باسل، ولازم نصلحها. I want to find him and make him pay for this. انا مستغرب قوي ان الراجل بتاع برهان اللي في المديريه ما بلغوش بلعبه خالد. تفتكر يا دكتور كشفه هو كمان؟ معرفش، خالد ده حد خطير جدا، بيعمل ترتيبات خاصه مش مفهومه. طب تفتكر يا دكتور ده ليه اي تاثير على عمليه سراج؟ It's not our problem. دي مشكله فتحي، لو عرف يحل المشكله دي اوكي اتس اكسلنت، لو ما عرفش نلاقي سكه تانية. سراج وللورق بس.